عندي مساجز كثير، ولكن خلونا نستقبل أول اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو. أيوة. ازيك يا أسامة؟ الحمد لله تمام، ازيك؟ الحمد لله. أتعرفيكي؟ غادة. غادة، غادة كم سنة يا غادة؟ 20 سنة. مرتبطة يا غادة؟ كنت مخطوبة لواحد، وبعدين حصلت، مامته كانت دايما يعني كان مش عايزاني، مامته يعني دايما في مشاكل بيني وبينها. مش عايزاكي ليه مامته؟ جدا. ليه؟ ليه؟ ايه السبب؟ بتقولي ان انتي خدتي، يعني هو ما عادش ليا. يعني مامته بتغير عليه منك؟ جدا. لانه هو ابنها الوحيد. فبعدين رحت في مرة في عيد الأم السنة اللي فاتت، رحت لها بهدية، لأنها أساسا من الصعيد وأنا يعني طبعا عايشة في المدينة وكده. فبعدين رحت لها بهدية، فبعدين قدام ابنها بتقول له يا أنا يا هي. طبعا كان اختيار صعب، وأنا كنت مقدرة جدا، ولو كان بجد اختارني وما اختارهاش يعني أنا كنت بجد مش هيكبر في نظري، لأن احنا دايما ماشيين بنظر الله بمثلة اللي يعني مش خير في أهله ولا خير في حد. جميل. طبعا مشيت، وأنا يمكن مش عارفة أقول لك، يعني أنا ساعدته في شقة اللي هو كان بيبني شقة، وأنا ساعدته معاه بشتغل، يعني بشتغل وبدرس. يعني ساعتيه بفلوس كمان؟ طبعا مبلغ كبير. هو قال لي بعدين يعني هساعدك في موضوع الفرش وبتاع، ما اعرفش ايه، عشان البلد هو بعيد قوي من البلد هو اللي فوق فيه. المهم جه بعدين موضوع مامته ده، لا طبعا ما ينفعش ان انت ان هو يتجوزك، انت تشتغلي وبتاع وبتدرسي، ومش هتنفع ان انت تعيشي اساسا معانا في الصعيد. هو ده هي دي وجهة نظرها، بس انا والله العظيم كنت مستعدة ان انا بجد اختبرها. طب اهلك عارفين ان انت كنت بتدفعي فلوس ليه وبتساعديه في الشقة؟ انا كمان عندي مشكلة ان اهلي مش عايشين في مصر، هم عايشين في السعودية. بس برضو كنت معرفاهم ولا مش معرفاهم؟ لا مش معرفاهم. طيب دلوقتي لما انتوا فسختوا الخطوبة والدنيا، هو طبعا سمع كلام والدته وقال لك لا خلاص بقى، يبقى طالما امي مش عايزاها يبقى خلاص، مش كده؟ ايوه مش خلاص يعني. بعدين راح بعد انا يعني تعبت قوي، قعدت 3 شهور في المستشفى، طبعا جتني صدمه عصبيه، والسنه دي طبعا راحت عليا الدراسه والشغل، ما كان شغلي كويس على فكره، بشتغل في فندق يعني، والحمد لله يعني حالتي الماديه ميسوره جدا. بعدين قعدت 3 شهور طبعا، والحمد لله يعني انا قدرت ان انا استعيد، ان انا ممكن ان انا ارجع زي الاول واحسن. طب جميل. المشكله ان هو دلوقتي يعني رجع عايز ايه؟ بيقول لي انا مش قادر، يعني مش قادر ان انا ممكن اعيش من غيرك وكده، ولازم نكمل مع بعض وكده. تكملوا مع بعض بقى، والدته وضعها ايه؟ ما انا بقول لك يعني هو بيقول لي ان احنا نرجع، بس من غير ايه؟ يعني علاقتنا دي ما تقوليش ان هي تنتهي بجواز. امال تنتهي بايه؟ يعني نحب بعض، يعني نحب، يعني مش هقول لك ان في علاقه بيني وبينه، او علاقه مثلا ينسي الكلام ده، لا طبعا، لان بجد كانت علاقه نظيفه يعني هي كانت علاقه نظيفه. انما تعالي اقول لك النهارده، انا وانتي بنحب بعض وخلاص قلنا مش هنقدر نتجوز، هنفضل نحب بعض. هيحصل ايه بقى؟ يعني الاول عمال اقول لك بحبك وانتي تقولي بحبك، اقول لك انا بموت فيكي وانت تقولي انا بموت فيك، عملتي ايه النهارده؟ انا عملت الحاجه الفلانيه، طب عملتيها ليه؟ طب اعملي مش عارف ايه. هتبتدي المشاكل تزيد، هتبتدوا تحاولوا تقربوا من بعض اكتر، هتتحول العلاقه يا بنت الناس وانت متيمه بالولد كده ودايبه في دباديبه علشان ترضيه، زي ما بنسمع من ناس كتير قوي، لعلاقه جنسيه. في الاول هتبقى العلاقه يعني ما فيهاش مصيبه او غير كامله زي ما بيقولوا، انما حبتين هنغلط وتبقى علاقة كاملة، ولما نغلط وتبقى علاقة كاملة ممكن يحصل ايه؟ حمل، وفي الحالتين هتفقدي عذريتك، وفي الحالتين هيرجعوا اهلك من بره يقول لك عايزين نجوزك، هتقولي مش قادرة اتجوز علشان انا عندي وعندي وعندي، مع نفسك تبقى حياتك اتدمرت. يبقى كسبتي ايه يا بنت الناس؟ لا هو يمكن عجبه موضوع ان انا ايه ممكن بقف جنبه دايما،
ان انا ممكن الحب ليه ما كانش يعني بغرض اي حاجه يعني. ايوه 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 هيحبك ويفضل معاكي ويقول لك بقول لك ايه ما تشوفي لي معاكي 2000 جنيه انا مزنوق في 700 جنيه. بالعكس والله يا اسامه، واحد ربنا حط المبلغ اللي هو هاخده مني في البنك وكده. هياخد منك فلوس يا بنت الناس لحد ما هتفاجئي ان هو بيتجوز واحده تانية بفلوسك. يا جماعه الدنيا محتاجه ان بني ادم يبقى واعي. واعي دي يعني مش يبقى خبيث، لا يبقى صاحي. واعي يعني صاحي، يعني فاهم، يعني بيقيم اللي قدامه. يعني ايه اخش في علاقه واكملها من غير ما يكون ليها جواز؟ ما ينفع اشتغل بدون هدف؟ ينفع ادرس بدون هدف؟ انت بتذاكري عشان تاخدي ايه؟ مش عشان تاخدي شهاده؟ انا موضوع يعني انا طبعا، بس انا يمكن عشان مش لاقي حد غيره، او مش لاقي حد غيره، مفيش حد في الدنيا دي ممكن يملى عيني غيره. يعني انا كام سنه بحب اسامه يعني فوق 5 سنين. بص يا بنت الناس، مفيش حاجه اسمها مش لاقي حد غيره، مفيش حاجه اسمها مش لاقي حد يملى عيني غيره. الرجاله بالهبل والشباب في مصر زي الفل، ورجاله زي الفل وحمالين شغل ومسؤوليات ورجاله، ولما يتجوز ويحب ويصون هيشيلك في نن عينيه من جوه، لانه راجل اتعلم يبقى راجل، ما يمدش ايده لواحده ست عشان ياخد منها فلوس. اتعلم يبقى راجل، يعيشها بلقمه بدقه، يشتري سجاره فرط ولا انوش يمد ايده ياخد منك. الراجل موقف، الراجل في اي موقف هتلاقيه وقف معاكي. الراجل يقدر يصر ويقول انا ياما عايز دي، انا بحب دي وعايز اتجوز دي، ويبقى له موقف ويبقى له كلمه. انما اللي انت بتتكلمي عليه ده لا مؤاخذه مش راجل. ولو هو الراجل عايز يعني يرضي امه ويجي على قلبه، على عيني وعلى راسي، بس يرضي امه ويجي على قلبه، هيجرحك بس ما يرجعش تاني يقول لك بقول لك ايه خليكي معايا بقى وادينا عايشين مع بعض، بسلكك وبقلبك في قرشين كل شويه وحبتين نعمل علاقه وفي الاخر اتجوز واقول لك انت في داهيه. لا يا حبيبي انا مش في داهيه. الدنيا ما وقفتش عليك، في رجاله زي الفل. وعايز اقول لك حاجه، اللي انت متخيله ان هو مالي عينك ده لما تعرفي في يوم من الايام راجل بمعنى كلمه راجل، هتكتشفي ان اللي كان مالي عينك ده ما يملاش عين نمله اساسا.